ومن أبرز التعاونات يلي حصلت الأسبوع الماضي كانت بين يوتيوب ومنصة ديب مايند يلي بالأصل تعاونت معها جوجل سابقاً لإنشاء نموذج جوجل ديب مايند ليريا، ونتج عن هذا التعاون أداة جديدة لإنشاء موسيقى كاملة لفيديوهات الشورتس باستخدام الذكاء الاصطناعي واسمه دريم تراك، ورح تسمح الميزة باختيار النمط الموسيقي، الإيقاع والآلة الموسيقية، وحتى ما في داعي للقلق من طول الموسيقى لأنها رح تتكيف تلقائياً مع طول الفيديو، والطريقة بسيطة كتير، فبمجرد الضغط على خيار إنشاء بقسم الشورتس وبعد لخيارات الموسيقى رح تظهر أداة إنشاء الموسيقى باستخدام الـ AI. الحلو أنه رح يتم إتاحة هالميزة لجميع المستخدمين ومجاناً، لكنها رح تحتاج لشوية وقت لتوصل لكل البلدان ولكل المستخدمين.